بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، جئت من فلسطين من بيت المقدس لأنقل لكم تحيات الشعب الفلسطيني المحاصر الذي يتعرض لأبشع إجراءات قمعية وانتهاكات لحقوق الإنسان. جئت لأتضامن باسم الشعب الفلسطيني أشرف، وبهذه المناسبة أريد أن أتوجه إليهم وللاجئين الفلسطينيين في المنافي والشتات بوصية بأن يحافظوا على حقوقهم التي استمدوها من الشرائع الإلهية، من الدين الإسلامي الحنيف، ومن القوانين والاتفاقيات الدولية.